الضروري أن تعمل كل الأطراف على الحد من الحرب الكلامية وأن تتحلى بضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد والعمل على حل الخلاف. كلام لوزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون خلال لقاء مشترك بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ونظيريهما القطريين. كلام يأتي في سياق الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الذي تستضيفه واشنطن بحضور رسمي رفيع من البلدين، ووسط تساؤلات عما إذا حان الوقت لتدخل إدارة الرئيس دونالد ترامب على خط الوساطة لحل الأزمة الخليجية. هذا الملف إلى جانب ملفات أخرى تتصل بالتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني والعسكري بين قطر وبين الولايات المتحدة، سنبحثها في للخبر بقية بعد التقرير التالي. حوار قطري أمريكي فريد من نوعه مثمر بنتاجه لرسم استراتيجية عسكرية قطرية تمتد حتى عام 2040، رؤية تضع فيها قطر التعاون العسكري مع الولايات المتحدة على سلم أولوياتها. فوزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية ومن العاصمة الأمريكية واشنطن أعلن عزم بلاده توثيق تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة في خطة ستشمل بحسب العطية استضافة قوات بحرية أمريكية وتوسيع قاعدة العديد العسكرية حيث تتمركز القوات الأمريكية في قطر. لقد عملنا معا ووقفنا بوجه الإرهاب لمواجهة التحديات التي أمامنا. نحن نسعى لتمتد علاقاتنا ليس فقط في النواحي الأمنية وإنما الاقتصادية الأخرى، ونتطلع إلى شراكة أمريكية قطرية لإرساء الاستقرار في المنطقة. لقد انصبت جهودنا في صميم مكافحة الإرهاب واستثمرنا مليارات الدولارات لدعم استقرار الأمن في المنطقة. حزمة تعاون استراتيجي بين الدوحة وواشنطن ستشمل التعاون الاستخباراتي والعسكري والدعم المالي لمكافحة الإرهاب، ليرسل هذا التنسيق القطري الأمريكي رسالة واضحة لدول الحصار من أجل دحض اتهامات وجهت لقطر بدت غير مجدية في ظل تأكيدات أمريكية وإشادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بدور الدوحة في مكافحة الإرهاب. وإشادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بدور الدوحة في مكافحة الإرهاب. وفي غضون 8 أشهر من الحصار الخليجي على قطر، استمر التعاون القطري الأمريكي لينبثق عنه صفقات طائرات F-15 التي ستتسلمها قطر في عام 2021، ومبيعات عسكرية بقيمة 1,100,000,000 دولار، وخدمات دعم لمقاتلاتها من طراز F-15 QA، بالإضافة إلى مناورات بحرية في المياه القطرية بمشاركة سفينتين أمريكيتين وقطع أميرية قطرية. أما اقتصاديا فقد ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 6,300,000,000 دولار وتزايد الاستثمارات القطرية في واشنطن. هذه الإنجازات جاءت بمثابة إجهاض رسمي لجهود إقليمية من أجل عزل دولة قطر، ترجمته الدوحة بنظرتها الاستراتيجية إلى ازدهار دبلوماسي وحظوة دولية توثق يوما بعد آخر خطوات دولة قطر نحو توسيع آفاقها الاقتصادية والعسكرية. أهلا بكم مشاهدينا في للخبر بقية. معنا من واشنطن الناطق السابق باسم الخارجية الأمريكية آدم إيرلي، ومن الدوحة ربما ينضم إلينا في هذا النقاش لاحقا نائب رئيس تحرير صحيفة لوسيل محمد الحاجي. إذن ضيفي السيد إيرلي والسيد الحاجي موجودان معنا الآن. أبدأ معك سيد إيرلي، ربما يعني اطلعت على مضمون المؤتمر الصحفي أو اللقاء المشترك بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين والقطريين. برأيك هل في هذا اللقاء ما يؤسس فعلا يعني برأيك لعلاقة جديدة قطرية أمريكية بنسخة جديدة مع دونالد ترامب؟ Well, first of all, it's a very significant meeting. It's not
common or it's not usual to see the Secretary of Defense and the Secretary of State together meeting with their counterparts in Washington. So first of all, let's acknowledge that this is a significant ليس من المعتاد أن نرى وزير الخارجية ووزير الدفاع يلتقيان بنظيريهما من دول أخرى، لكن هذا يرسل عددا من الرسائل. الرسالة الأولى لقطر هي أن الإدارة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية لديها رغبة في التعامل مع قطر والوقوف إلى جانب قطر، وأيضا ترغب في العمل مع قطر لتوثيق العلاقات وتعميقها. وأيضا الرسالة الثانية هي رسالة إلى بقية دول المنطقة، وهي بأن العلاقات القطرية الأمريكية علاقات قوية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وقال وزير الخارجية وزير الدفاع بأن الولايات المتحدة ترغب في أن تلعب دورا في تعميق الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأن تحل المشاكل الموجودة بين دول مجلس التعاون وقطر. فبالتالي تيلرسون ووزير الخارجية أرسلوا هذه الرسالة، والسؤال هو ماذا سوف تكون ردة الفعل أو الإجابة؟ يبدو بأنه من الأمريكيين ومن القطريين بأن كلا الجانبين لديهما رغبة حقيقية في المزيد من المباحثات والمحادثات والمبادرات لحل هذه الأزمة، ولكن كما نقول باللغة الإنجليزية أنت بحاجة إلى شخصين لكي تستطيع أن ترقص رقصة التانجو، أنت بحاجة إلى شريك لكي ترقص التانجو. وحاليا هناك راقص في واشنطن ولكن الراقص الآخر موجود في المنطقة. ولكن يعني من كلام أيضا سيد تيلرسون وأيضا من تصريحات سابقة، يعني سواء من وزير الخزانة وحتى من التصريحات التي سمعناها بالأمس، يبدو أن هناك نوعا ما رضا أمريكي عن يعني أداء قطر في يعني رقص التانجو كما وصفته مع الراقص الأمريكي، سواء من ناحية مكافحة الإرهاب. يعني طبعا لابد أن نذكر بأن هذه الحوار الاستراتيجي يأتي بعد اتفاقية تعاون وقعت في يوليو بين الطرفين، ونشهد مفاعيلها الآن ربما. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية، دعيني أقول بأن هذا اللقاء ما كان ليحدث لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية، لو أن قطر ما اتخذت مواقف ومبادرات وخطوات مهمة بما هو متعلق بالأمور التي تهم الولايات المتحدة مثل مكافحة الإرهاب وأيضا العلاقات التجارية وغير ذلك. فبالتالي إن الرسالة هي الاجتماع بحد ذاته يمثل رسالة حقيقة، أن وزيرين أمريكيين التقيان بنظيريهما القطريين، هذا يرسل رسالة واضحة جدا بأن العلاقة بين البلدين هي علاقة تاريخية أو وصلت إلى مرحلة تاريخية، وبأن الولايات المتحدة لديها الكثير من الثقة في الإدارة القطرية، وأن الولايات المتحدة ترغب في العمل مع قطر في القضايا التي تهم البلدين سواء كان على صعيد ثنائي أو على صعيد جماعي. طيب سيد الحاجي، يعني هل قطر فعلا قامت على الأقل بما التزمت به بالاتفاقية التي وقعتها مع واشنطن؟ هل تقوم بالخطوات التي تطالبها أو تطلب منها الإدارة الأمريكية أن تنفذها؟ وهل هذا يعني بأن قطر فعلا نجحت أو هي في إطار وفي سياق النجاح بأن تستميل إدارة ترامب إليها إلى جانبها؟ هل تسمعني سيد الحاجي؟ إذن يبدو أن لدينا مشكلة في التواصل مع سيد الحاجي. سيد آدم إيرلي، أظن أنك يعني سمعت سؤالي فيما يتعلق بأداء قطر في استمالة الإدارة الأمريكية، عطفا على ما قلته يعني في إجابتك السابقة. Right. نعم، دعيني أقول، انظري
إن الإدارة الأمريكية هي مؤسسة معقدة جدا ومؤسسة غامضة. هناك عدة طبقات أو عدة مستويات داخل الإدارة الأمريكية، وأعتقد بأنه من وجهة نظر وزير الخارجية ماتس ومن وجهة نظر وزير الدفاع تيلرسون، فإن قطر قد أثبتت نفسها كحليف قوي والإمكان الاعتماد عليه، سواء كان هذا على صعيد التعاون العسكري. بالنسبة للتعاون الذي يعرفه السيد ماتس، دعينا لا ننسى بأنه كان رئيس هيئة أركان المنطقة الوسطى، أو أيضا السيد تيلرسون يعرف، كان رئيس إكسون موبيل، فهو بالتالي يعرف العلاقات التجارية التي القائمة مع قطر. فبالتالي مرة أخرى أعتقد بأن ماتسون تيلرسون ليس هما المشكلة بالنسبة لقطر، المشكلة بالنسبة لقطر هي دونالد ترامب نفسه. فبالتالي سؤالي هو، هل سوف يكون بإمكان تيلرسون وماتس إقناع الرئيس بأن عليه أن ينحي كبرياءه ومصداقيته بحيث أنه يدعم حل للأزمة التي حدثت بين قطر وجيرانها؟ لأن الأزمة الموجودة هناك تؤذي قطر وتؤذي الجيران وتؤذي الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي على الشخص أو على المرأة أن ينظر إلى لقاء اليوم على أنه جزء من عملية. من الواضح جدا بأننا حققنا شكلا من أشكال التقدم أو تقدم جزئيا، بحيث أن قطر قامت بتلبية مطالب الولايات المتحدة الأمريكية ولبت رغباتها وتعاملت معها بشكل ممتاز في الكثير من القضايا الثنائية. وأيضا لدينا هناك مسافة لابد من أن نقطعها بحيث أن نحول هذا التعاون إلى مبادرة إقليمية لكي نقوم بترميم العلاقات التي تدهورت في المنطقة والتي تؤذي الولايات المتحدة وجميع دول المنطقة. طيب، أظن أن السيد الحاجي أصبح قادرا على سماعنا والانضمام إلينا في هذا النقاش. سيد الحاجي، يعني كان سيد آدم إيرلي يثير نقطة مهمة جدا، وهي أن يعني طبعا من يتابع الأزمة من بدايتها ويتابع الموقف الأمريكي، دونالد ترامب كان له موقف يعني مختلف، وهناك من يقول بأنه مهد أو أوعز لانطلاق هذه الأزمة، وأيضا كان حينها لموقف وزير الخارجية يعني دبلوماسيته المعهودة كان له موقف مختلف. الآن حسب ما نفهم من سيد إيرلي بأن أيضا الكلام الذي يصدر عن تيلرسون وعن سيد ماتس كلاهما هو يمهد يعني إقناع السيد ترامب بأن ينخرط في سواء ليس فقط التعاون مع قطر، إنما أيضا ينخرط في مسألة الوساطة لحل الأزمة الخليجية. وهذا الكلام مؤخرا كنا نسمع الكثير عنه بأن في الأوساط الأمريكية من يرى بأن كلفة الأزمة الخليجية أصبحت باهظة ليس فقط على دول الخليجية وليس إقليمية فقط، إنما على الولايات المتحدة ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب. ما رأيك بهذا؟ يعني أنا أعتقد أن اليوم خلال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي تم التأكيد على نقطة مهمة، وهو أن يجب أن يعود الاستقرار لمنطقة الخليج من خلال وضع حل واضح للأزمة الخليجية. أعتقد أنه اليوم كان الموقف الأمريكي واضح بأن استقرار منطقة الخليج مطلب مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مطلب مهم في مسألة استمرار هذه المنطقة ودورها الاستراتيجي. أعتقد أن الحوار الاستراتيجي اليوم القطري الأمريكي استطاع أن يوضح العديد من النقاط، أهمها بأن منطقة الخليج مهمة للجميع، مهمة استقرارها، مهم أيضا من جانب الاقتصادي أو حتى من جانب السياسي أو حتى ما يتعلق في موضوع مكافحة الإرهاب. يعني أنا أعتقد الجانب الأمريكي أكد على أنه يجب أن تكون هناك يعني خطاب خليجي واحد في مسألة الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد اليوم إحنا أمام حوار استراتيجي مهم
سواء كان ما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية القطرية الأمريكية التي تم التوضيح عن نقاط مهمة اليوم في ما يتعلق بالتعاون القطري الأمريكي، ما يتعلق بالجانب العسكري أو الجانب الاقتصادي أو حتى الجانب التنسيق السياسي. تم التوضيح عن العديد من النقاط ما يتعلق في مسألة تعاون قطر وأمريكا. أعتقد أيضا هناك جوانب وكانت رسائل واضحة أمريكية لدول الحصار بأن الوقت يعني الأزمة أخذت وقت كبير ويجب أن تحل ويجب أن تقف هذه الأزمة ويجب أن يتم الاتفاق إلى استقرار المنطقة والبحث عن القضايا المهمة التي تهم المنطقة أو تهم حتى فيما يتعلق طيب سيد الحاجي، هل المختلفة أو الإقليمية الأخرى، هل قطر يعني طبعا هي تكرر دائما أنها تريد الحوار، لكن هل فعلا تريد تدخلا أمريكيا على خط الوساطة بشكل يعني؟ هناك كلام لسيد العطية بالأمس في هيريتج فاونديشن حينما قال بأنه مكالمة واحدة من ترامب يحل المسألة. هل تريد أن يتدخل الرئيس الأمريكي شخصيا أم تريد وساطة على مستوى دبلوماسية ماتيس وتيلرسون؟ يعني احنا في بدايه الازمه، وما زال طبعا الدور الكويتي والوساطه الكويتيه هي من تقوم بالدور الاساسي والرئيسي في وضع حل لهذه الازمه، ولكن بالتاكيد الجميع يعلم بان دور امريكا مهم، وايضا امريكا ليست بعيده عن هذه الازمه ولا تلعب دور ايضا في وضع حل او تحاول ان تجد حل لهذه الازمه. بالتاكيد انه يعني الاداره الامريكيه معنيه بان يكون هناك حل وحل سريع. استمرار الازمه الان 8 أشهر اعتقد ليس من مصلحه الجميع استمرارها، وايضا ليس من مصلحه استمرارها بالنسبه للمصالح الامريكيه سواء كانت في المنطقه او حتى الاقليميه. اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تعول على دول الخليج أو على منظومة مجلس التعاون في إقامة التحالفات وأيضا في معالجة بعض القضايا المرتبطة بالمنطقة. فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن معنية بأنها تتدخل. طب هل سيد الحاجي تعتقد قطر بأنها نجحت في شطب مسألة ملف مكافحة الإرهاب أو الاتهام يعني من دول الخليجية دول الحصار بأن قطر تدعم الإرهاب؟ هل هذا برأي قطر شطب الآن من لائحة الولايات المتحدة؟ يعني لم يعد هو مشكل، على العكس هناك رضا عن تعاون قطري أمريكي في هذا المجال، وبالتالي يمكن الانتقال إلى مرحلة أخرى؟ يعني اليوم احنا يعني من خلال متابعتنا لجلسات الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي تم التأكيد على يعني الدور المهم والرئيسي اللي تلعبها قطر في مكافحة الإرهاب. قطر وقعت مذكرة فيما يتعلق أيضا بمكافحة الإرهاب، واليوم من خلال تأكيد سواء كان وزير الخارجية الأمريكي أو أيضا وزير الدفاع الأمريكي على أن قطر لاعب مهم في مكافحة الإرهاب وأنها دورها أساسي ورئيسي في هذا الجانب. أعتقد أنه من يتحدث بعد هذا الحوار الاستراتيجي يعني يحاول أن يثير نوع من العبث بأمن واستقرار المنطقة. أنا أعتقد أنه أصبح ليس هناك أي معنى لاستمرار هذه الأزمة. أصبحت الأمور أكثر وضوحا فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، أصبحت الأمور أيضا أكثر يعني تأكيدا على أن هناك حرص لدى الجانب القطري أو دولة قطر في مسألة أنها ما زالت تصر على مسألة أن يكون هناك حوار والجلوس على الطاولة وبحث جميع الأمور. ما تم اليوم الحوار الاستراتيجي الأمريكي دليل على أن الجلوس على الطاولة وبحث مختلف الملفات يساعد في الوصول إلى حلول. طيب وضحت هذه النقطة سيد الحاجي، هناك ملفات أخرى ومنها ما ذكرت فيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وهنا أسأل سيد آدم إيرلي، هل برأيك يعني الكلام الذي تحدث عنه سيد العطية أيضا فيما يتعلق بتوسيع القاعدة العسكرية وحتى أن يعني توسيعها للاستضافة البحرية الأمريكية، هل هذا الكلام هو فقط من الجانب القطري؟ يعني هو يعكس فقط رغبة المسؤولين في قطر أم أيضا الولايات المتحدة الآن
وتحديدا نعود إلى يعني رأي سيد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في هذا الموضوع، هل صرف النظر عن مسألة نقل القاعدة ويعني معني بمسألة التوسيع أيضا؟ لا أعتقد بأن أي شخص في أي وقت نظر بشكل جدي في قضية نقل القاعدة من العديد أو إخراج القاعدة من العديد. حقيقة الأمر هي بأن الإمكانيات المتوفرة هناك أو القاعدة الأمريكية موجودة في العديد بالنسبة لعديد، بالنسبة لقدراتها وإمكانياتها وموقعها الاستراتيجي، هي مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ومهمة جدا للعالم المتحضر أجمع. فالحديث عن نقلها ليس حديثا موضوعيا أو عقلانيا، ولا أحد في واشنطن فكر أو كانت لديه نية في القيام بمثل هذا الشيء، بالخصوص بما قاله السيد العطية يوم أمس أو قبل أمس في واشنطن. دعيني أقول كلما جعلت قطر هذه القاعدة أكثر أهمية أو مكانا أفضل بالنسبة للجنود الأمريكيين ولأسرهم، فدائما هذا سوف يكون أفضل بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لقطر. هذا كله طبعا بالتأكيد يتم الترحيب به، ولكن دعيني أقول إذا أنت أو أنتقل إلى النقطة التي تحدث عنها وزير الدفاع في زيارة سابقة، وهي بأن على ترامب أن يقوم بمكالمة، بأن يتصل بالمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر. أعتقد بأن حديثه كان صحيحا مع احترامي، بخصوص سؤالك، بإمكان الولايات المتحدة أن تلعب دورا مهما، وبإمكانها أن تلعب دورا مهما، وعليها أن تلعب دورا مهما لكي تضغط على دول الحصار لكي أن تتفاوض مع قطر. ولكن هناك عوائق في هذا الطريق. العائق الأول هو بأنه ليس من الواضح بالنسبة لي وبالنسبة باستثناء قطر طبعا، أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم بعض الضغط، ولكنهم سوف يتباطؤون وسوف يحاولون التجنب أن يأتوا إلى واشنطن لأجل حوار أو مؤتمر. النقطة الثانية هي أنه من المهم جدا للناس خارج الولايات المتحدة الأمريكية أن يتذكروا بأنه حقيقة الولايات المتحدة اليوم وخلال الأسبوعين الماضيين وخلال الشهرين الماضيين تمر خلال أزمة دستورية. والسبب الذي يجعلني أقول ذلك هو بأن الكونغرس والجهة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية تتصارع، تتحارب في شيء بشكل لم نره لعقود طويلة جدا، وعدم التناغم واضح بين المؤسسات الأمريكية. طيب فبالتالي الإدارة الأمريكية مشغولة بمشاكلها الداخلية ولديها القليل من الوقت والطاقة التي بإمكانها أن تبذلها في قضايا خارجية. كما قلت لدينا نافذة صغيرة جدا أو فرصة علينا أن نستغلها لكي نجمع الأطراف سوية لكي يتمكنوا. جيد. فقط أريد أن أختم مع سيد الحاج بنقطة أيضا لاستكمال يعني هذه النقاط التي ذكرناها. سيد الحاج، أيضا الكلام القطري كان في الولايات المتحدة يتصل بنوع ما طمأنة واشنطن إلى أن أي صفقات يعني عسكرية أو تعاون أمني مع دول أخرى على سبيل المثال روسيا لن يضر ولن يفسد في الود قضية. هل واشنطن تريد أيضا أن تسمع تطمينات أخرى فيما يتعلق بعلاقات قطر مع إيران مع تركيا مثلا؟ يعني انت تعتقد بان العلاقات القطريه الامريكيه علاقات استراتيجيه، يعني الان يقام هذا الحوار والطرفين يعني يحتفلون بمرور 45 عام على هذا التحالف. انا اعتقد انه هناك العديد من التفاهمات، العديد من القضايا التي تكون هناك، يكون هناك تفاهم مشترك. يعني احنا صحيح قد تكون هناك اختلاف في وجهات النظر، ولكن أنا أعتقد الجلوس على الطاولة والحوار هذا ما يساعد الوصول إلى نقاط تساعد في تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار بالنسبة للمنطقة بشكل عام. أعتقد إنه يعني هذا الحوار سيساعد بشكل كبير في موضوع وضع العديد من النقاط والتفاهمات
بالنسبة للعلاقات الاستراتيجية القطرية الأمريكية، ما يتعلق سواء كان بالجوانب السياسية أو أيضا الجوانب الاقتصادية. هناك استثمارات يعني ضخمة لدى قطر في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد عندما يكون هناك استقرار ويكون هناك استقرار أمني في المنطقة، هذا بالتأكيد سيساهم بشكل أكبر في دفع هذه الاستثمارات ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين بشكل أكبر. هناك مدينة تعليمية كبيرة في قطر تقدم يعني من سنوات في مجال التعليم. بالتأكيد كل هذه المجالات التعاون تربط بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها دور بشكل أكبر، وأيضا سيكون في مسألة أن يكون هناك أيضا تعاون في تحقيق الاستقرار من خلال معالجة ما يتعلق بالملفات السياسية. بالتأكيد سيكون الدور أكبر عندما تحل سواء كانت الأزمة الخليجية بشكل أساسي طبعا، وأيضا يتحقق الاستقرار الأمني في المنطقة. وهذا بالتأكيد يعني من خلال ما تم التأكيد عليه اليوم ونتائج هذا الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد أن هناك يعني ما نتمنى أن يكون هناك دور أكبر للولايات المتحدة الأمريكية في لعب دور. نعم، وضحت هذه الفكرة عمليا في تحقيق حل الأزمة هذه الخليجية. شكرا جزيلا لك سيد محمد الحاجي. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الخبر. بقية أشكر ضيفي سيد محمد الحاجي نائب رئيس تحرير صحيفة لوسيل، وأيضا كان معنا من واشنطن السيد آدم إيرلي الناطق السابق باسم الخارجية الأمريكية. شكرا جزيلا لك مشاهدينا، شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء في بقية خبر جديد.